المسجد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سلمنا لك الفاتحة ولم تكن نحضر العلماء رجعت إلى الله سبحانه وتعالى سبق بنتين عقيدة الإسلام أهل السنة والجماعة membentengi akidah umat Islam di Indonesia khususnya di Nusantara secara umumnya dan di seluruh dunia mudah-mudahan dapat berkah daripada para pendiri Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلام على الفاتحة. Semoga yang hadir pada siang kali ini dengan niat yang tulus, niatnya yang ikhlas untuk memperkebal keimanan kita, meneguhkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سبحان الله بحمده سبحان الله.
Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Rabbana ughfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ughfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر ثمنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا
Ya Latif, Ya Khabir, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Barid al-Ham, Ya Kashif al-Wam, Ya يغفر ويرحم يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله من البرايا استغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كرم وأجد وعظم وقد تعالى عن أهل بيت ربهم واصحاب ذكرهم وزاد طاهر أئمة المؤمنين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Selanjutnya sebelum kita mulai acara kita tutup dikir tadi dengan pembacaan doa oleh Kiai Haji Abdul Halim. Kami persilakan. Al-Fatihah. Allahumma
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi al-maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka ash-shukru wa laka al-mulku kama yanbaghi li jalali wajhika ya Karim Sulaiman. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghafirna rahmatuka wa qina adhaban. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina islama wa al-muslimina ihya'a wa ahya'a wa amwata. Allahumma yassir lana umurana wa al-muslimina wa kaffir 'anna sayyi'atina sayyi'al muslimin. Hasbunallahu ni'mal wakeel, hasbunallahu ni'mal wakeel, hasbunallahu ni'mal wakeel. حسبنا الله ومن ضاق علينا حسبنا الله ومن كادنا بسوءنا وحانا ومن تدعينا في الله العظيم. اللهم افتحنا فتوح معرفك إياك خير الفاتحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا فإنك خير الهادي وفقنا فإنك خير الموفقين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمن الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمن الخائفين نجينا مما نخاف. دعوانا فيها سبحانك اللهم أحياء فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Thank you.
Hadirul kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mustafa, sayyidina muhammadin al-mujtaba, imami ahli sirki wal wafa, amma ba'd. Ayuhal hudurul kiram minal ulama'i wal-zu'ama' wal-asatiri wal-ustadat wal-salati wal-sayyidat wal-tullabi wal-talibat a'adhani Allah wa'iyyakum ajma'in yus'iduni an akuma bayna aydikum fi hadihil nadwatil islamiyya allati tunazzimuha hay'atul da'wah ladal ri'asa al-markaziyyah di jama'iyyati Nahdlatul Ulama al-Mun'aqidah di maqarriha al-Ra'isi al-Mutawadhi' di Jakarta fi hadihil Jum'atil Mubarakah as-sabi' Desember 2018 al-miladi al-muwafiq li at-tasi wa al-ishrin Rabi'ul Awal al-am alf wa 440 al-hijri tahta al-mawdu' dawru muslimi Indonesia fi bina'i al-hadarah al-alamiyah. Al-hudurul kiram, ismahu li an uqaddimu lakum baramijan al-yawm. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi barin la yubda'u bi basmalah fa huwa abtar. Faqabla kulla syaih falnabda nadwatana hadihi bibasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamaj al-awwal kira'atul Qur'an al-Karim al-Qari as-Sayyid Fauzan Amin falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما جاء
Indonesia Raya. Wasayal haku bihin nasyid ya lal watan al-khas di jama'iyatin nahdlatul ulama wal ada kulluna jami'an tahta kiyadati sayyidah rini fal tatafaddal mashkura narju minkum al-qiyam. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan keempat kita mulai. Yeah.
Yahdika yawma qawmi hayyal qahimama Kullu mayyadika yawma qawmi hayyal qahimama Susah hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibku Berda bijenat saris Kalimatul terakhir bertakdir Al-Dati sajulkiha Rabi suhai atid da'wah Di jama'iyati nahdlatul ulama Badiratul syih Kiai Haji Abu Salim Fal-Yatafatal Mastura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن سامح فبعدله وإن عاقب فبعدله ولا اضطرار عن الملك الخلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أصحاب الجلالة والعظمة والفخامة حضرات العلماء والمشايخ والأساتذة وبالخصوص بسم الله الرحمن الرحيم رئيس أتوا عموم بمجلس بسر حضرات العلماء بروفيسور الدكتور كي هاجي سيد عبد الجرد
سيد المحبوب الدكتور الشيخ زهير عثمان الجويدي yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Ketua PBNU Bapak Kyai Haji Abdanan Abdul Ghani. Alhamdulillah dari tadi sudah menunggu ya, ya. Alhamdulillah sudah di sini ada Ketua Radisnu Kyai Hajat Sudrajat Borong dari Malaysia, tinggal untuk acara konser, tinggal untuk ikhtiramul mata'aliman. Hadirin hadirat yang berbahagia, bahwa Indonesia adalah suatu negara besar yang mayoritas itu beragama Muslim, memiliki tanggung jawab menampilkan peran global. Maka hal tersebut dipandang penting karena dunia maupun dunia Islam saat ini sedang mengalami masalah berat, masalah besar, kerusakan-kerusakan yang bersifat akumulatif, dan bagian tertentu dalam dunia Islam juga sedang porak-poranda. Oleh karena itu Indonesia bersama negara lain memiliki tanggung jawab besar untuk menanggulanginya. Dunia banyak berharap kepada Indonesia disebabkan karena secara normatif Indonesia dipandang memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka hal itu karena peradaban global tengah mengalami kerusakan, perseteruan antar bangsa dan lain-lain. Tidak hanya di situ, bahwa dunia pun memandang bahwa corak Islam yang ada di Indonesia ini dipandang sangat unik, berbudaya, di mana berciras Islam, wasata Islam yang moderat, toleran, kesemuh, Islam yang rahmatan lil alamin. Maka untuk lebih mudah kita mengingat bahwa untuk itu, maka muncullah satu gagasan brilian dari salah seorang kader terbaik Nahdlatul Ulama, yakni Profesor Dr. Kyai Syarif Hisrat dengan nama Islam Nusantara. Islam Nusantara yang sering kita dengar, dan beliau juga sering memaparkan bahwa Islam Nusantara adalah bukan negara, bukan pula agama. Ini adalah satu ciri khas orang-orang Islam yang ahli Nusantara. Islam yang berciri khas dengan toleran, Islam yang sangat berpikir cerdas, arif, bijaksana, dan juga Islam yang berkeadilan. Maka untuk itu, pada kesempatan acara ini, mari sama-sama kita perhatikan, kita dengarkan, karena di sini sudah ada tamu dari Lebanon, mungkin beliau juga akan curhat bahwa negaranya sendiri. Tadi sudah sering-sering bincang-bincang dengan saya bahwa sebetulnya Indonesia sebagai negeri mayoritas sangat sangat diharapkan peran aktif positif, bahwa negeri yang mayoritas Muslim Indonesia sering kebijakan-kebijakannya terganjal orang negara-negara yang punya kepentingan agar Indonesia tidak bisa masuk. Maka untuk itu kesempatan ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, atas nama Tuan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, kami mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiro, jazakumullah khairan jaza kepada peran aktif dari para pengurus semuanya, para hadirin sekalian yang sudi hadir ke tempat ini untuk sama-sama bersilaturahim mendengarkan bagaimana nanti tutur penuturan daripada ketua umum kita dan tamu kita dari Lebanon. Sekian saya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Hadirat al-Muqarrin, tasharrafna ghayat asy-syaraf bi hudur ar-ra'is al-'am at-tanfidhi li jam'iyyat Nahdlatul Ulama Fakhamat Syekh Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Sa'id Abdul Siraj wa Ra'is Jabhatil Amal Al-Islami Al-Lubnani Fakhamat Syekh Al-Ustaz Dr. Zuhair Usman Al-Ju'aid Yusa'iduna musyarakatuhum fi nadwatina hadhihi allati sayudiruha Al-Syekh Kiai Haji Khairul Ansari Falyatafaddalu Mashkurin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Qadir fi kitabih al-Karim. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulun 'alaykum shahida. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allahu shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. وعلى آله وأصحابه المقتفين آثاره ليلا نهارا. أما بعد، معاشر الحضور، أهلا وسهلا بكم في ملتقى الدعاة العالمي الذي يقيمه لجنة الدعوة في مكتب جمعية نهضة العلماء تحت عنوان دور مسلمي إندونيسيا في بناء الحضارة العالمية. ونرحب خصوصا بسماحة الرئيس رئيس جمعية نهضة العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ الكيائي الحاج سعيد أقيل صراط الماجستير أطال الله عمره في الخير والعافية. ونرحب بأرحب بأحد الترحيب فضيلة الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد اللبناني حفظكم الله. وكذلك نرحب برئيس جمعية نهضة العلماء الشيخ منان عبد الغني ورئيس لجنة الدعوة جمعية نهضة العلماء الشيخ أبو السليم وسائر الرؤساء إخواني الكياهيون والأساتذة وأخواتي المسلمات والفتيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن الآن في الملتقى العالمي للدعاة. نحن نعرف أن الله تعالى اختارنا واختار لهذه الأمة منهجها وبين لها طريقها، وطريقها هو الطريق المستقيم لا اعوجاج فيه، الطريق الوسط بين الجافي عنه والغالي فيه. فلذلك نحن اخترنا وسطية الإسلام مكتب جمعية نهضة العلماء على هذا المنهج، منهج الوسطية، واعترف باسم إسلام نوسنترا الذي قال فيه الشيخ الدكتور سعيد عقيل السراج أن إسلام نوسنترا هي ليس حزبا جديدا ولا مذهبا محتجثا، ولكنها صفة مميزة لمسلمي إندونيسيا الذي أخذوا تعاليمها من علمائها الكبار وساداتها الأجلاء والأولياء التسعة الذي نجحوا في نشر هذه التعاليم بالأمان والسلام. ليس هناك
radikalan, wala kekerasan, wala caci makian, bal ala tariq toleran wa kebersamaan. Pak insyaallah awalan dipersilati Ustaz Dr. Syekh Said Akil Sirot. Kita akan mendengarkan yang pertama kepada beliau, Ketua Umum PBNU, ya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, tentang pandangan-pandangan beliau, petuah-petuah beliau, nasihat-nasihat beliau tentang peran umat Islam Indonesia dalam membangun peradaban dunia. Pak Alihi Fadidatam Tuan Masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa man tabi'ahu. Syarif Fadilah Asy-Syaikh Dr. Zuhair Uthman Al-Ju'ain, Rais Jabhat Al-Mutama Alam dan Ismi. Rais Jamiah Kiai Abdul Manan, Nazir Da'wah Kiai Abdul Salim Ayuh Abudur. Awalan, Rasul Kiai Abdul Hadha Syekh Al-Azim Kiai Abdul Jilad Al-Libnan Al-Tahadir Ola Al-Libnan Al-Tahadir Ola Al-Ta'alim Jurahum Al-Ahliyah Libanon yang berbudaya, Libanon yang hancur karena Pak Saudara. Ada masalah. Amat semuna, masyarakat semuna tidak ada maktab. Ada masalah. Laisal Islam aqidatan wa syariatan faqat. Wa innamal Islam dinul ilmi wa taqafah, dinul adabi wa khadarah, dinul tamadun wal insan. Allah anzal wahyi ila rasulih Sayyidina Muhammad SAW wa bikul saraha nasawna bakhafa aladhi jabiya al-ahmi wa kadalika ja'anakum ummatan. Laisa fil Qur'an ayat sharihah taqul ummatan islamiyatan. Di Qur'an tidak ada, di Qur'an secara eksplisit umat Islam tidak ada. Ya silahkan baca Qur'an. Membaca cuma puluh lepalak nasad Al-Flamin ayat puluh setahil. Ini baca Qur'an awal akhir. Yang kalau Qur'an awal akhir la yujad ayat sholihah ummatan islamiyatan au ummatan arabiyatan au daulah islamiyah. Negara Islam tidak ada. Ummatan islamiyah. Dimana? Fahuna na'rif min hadhihi al-ayat anna Allah yahubbu wa yatlubuna annahu lawasata fi wasat laisa mutashabbisin wa mutashaddidin aw mutatarifin la fil yamin wa la fil yasar wa la fil wasit wa la fil yasar hatta fil wasat wa laqad qama ulama min zaman fil wasatiyah wa anqadha al-umma anqadha al-umma min al-imhiya indama tafarqa al-muslimun bisabab khilaf siyasah wa qama Sayyidu Tabi'in Al-Imam Abu Hasan Al-Basri wa wadu'a mabda' wasat mabadi wasat thumma ja' ulama kathir minhum Imam Al-Shafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Shafi' bin Musayyab bin Ubayn bin Abdiyaz bin Abdul Muttalib ulida fi Gaza sanata 150 Hijriah wa tufiya bi Fustat Al-Qahira fi Masr sanata 200 Barbah Hijriah. Wahulah Tirmid, Imam Malik, Imam Malik Tirmid, Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah Tirmid, Imam Kharijah, Ibn Kharijah, Ibn Sayyidina Sayyid bin Thabit, Ra'is Kutab al-Wahid. Dan sanad bin Nabi Tasud ila Rasulullah, Rasulullah ila Allah, ila Jibril, ila nahnu, natabi' al-Mashafi'i, maknah,
نحن في طريق الحق الذي تصل طريق هذا إلى الله. الشافعي شيخ إمام مالك، إمام مالك شيخ إمام ربيعة الري، ربيعة الري فقيه المدينة، ربيعة الري شيخه خارجة ابن سيدنا زيد بن ثابت رئيس أسر الوحي المسؤول كتابة القرآن كتابة الوحي. شوف الشافعي وضع مبادئ وسطية بتوفيق بين النصوص المقدس المقدسة القرآن الحديث والعقل. العقل الاجتماعي يقال اجتماع كونسنسوس، العقل الشخصي يقال قياس أنالوج. التوفيق بين النصوص والعقل نتج منها التوفيق الأفكار الوسطية في الشريعة. الأفكار الوسطية في الشريعة. إذن الإمام الشافعي له دور كبير وعظيم في ترسيخ الأفكار الوسطية في الشريعة. أنا باختصار تكلمت بالتفسير سنتين. أنا جلست هنا سنتين، أجلسنا سنتين بالتفسير. ثم جاء الإمام أرسل جماعة أبو الحسن علي الأشعري التوفى سنة 324 عندما كان المعتزلة ليبرال العقلانيين راشناليست قد وصل إلى قمة مرورا من خليفة الرشيد مأمون قاسم والواثق معتزلة في قمته. طيب حضارة تقدمها، لكن للأسف معتزلة مذهب عقلاني لكن يعمل بالإقراء بفرض آراء على المسلم حتى سقط ضحايا كثيرة منهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة أيضا كثير عذبهم لأن مخالفة مذهب الخلفاء مذهب الخليفة. هذا شيء خطير جدا. قام إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري يوفق بين النصوص المقدسة القرآنية والأحاديث الشريفة والعقل، والنتيجة من عمل الوسطي من هذا الشأن الإمام عقائد خمسين اللي هو صفات 20 صفات 20 وجود كتاب بقاء وخلق كل حوادث نتيجة اجتهاد الإمام العظيم أبو الحسن الأشعري، وبهذا الاجتهاد قد أنقذ الأمة. الأشعري من العمق كان أنقذ الأمة من التطرف نصيين حرفيين. الله يجلس في عرش الله سبحانه وتعالى، الله يجلس في عرش وطعمهم صلاح للتقويم. وجاء ربك الملك صفا صفا، ملكات باريس الله datang. Inspektur pacara loh, datang hari santri apa? وجاء ربك الملك صفا صفا، وجاء أمر ربك yang datang perintahnya. Karena Allah negara. Ya Allah faqaidihim, tangan Allah buka tangan buka. Bosgal Allah. Kullu man 'alaiha fan wa qawjid zilzal kram. Semua orang akan hancur di atas muka bumi kecuali wajahnya Allah. Laisa wajah. Datullah. Laisa wajahullah. Ya kalau mukanya Allah nanti jenggotnya panjang sama pendek. Dan kalau aku nak wa'al lillahi wajah, hal wajuhu lahan iya Allah masyid. Lahan syahat, lahan syahat.
جدي فالحصيل الإمام أبو الحسن الأشعري قد أنقذ الأمة الإسلامية من التطرف والتشدد ضمن الإلهاب إنسياب ليبرال عقلاني على محدود يوفق بين القرآن الحديث والعقل والنتيجة عقائد خمسة تمسكوا بهذه العقيدة إلى أن ترفع الله إلى أن يدفعهم الله صاحب ما أعطيك قليبه وإني ما قليبه الواجب صفات الواجب 20 والمستحيل 20 والجائز واحد وواجب الرسول والأنبياء 4 والمستحيل 4 والجائز واحد وهذه كلها 5 لقضى الرسول الله يتوى صفاته cuma 4 maksudnya 8 maksudnya 8 Rasul Siddiq kalau kadang-kadang Siddiq kadang-kadang terus baca saya sifatnya Rasulullah sifatnya amanah kalau saya dua kadang-kadang amanah kadang-kadang khianat Rasulullah sifatnya fatonah kalau saya dua kadang-kadang fatonah kadang-kadang baladar de wah sampai 16 malam kalau saya 8 sampai 16 Tumma ja'al imamul kabir Lalu katakan nak ditafsir Allah tahu dari dalam dari kotor Al Imam Ash'ari kan Mu'tazilah Tumma tarak al Mu'tazilah Wa qam madhab al khas Bi ridha'i Rasulullah Lama taqwa fil manam, lama ra'a fil manam Istadana bi Rasulullah An yakhrud bin al Mu'tazilah Wa yuqim madhab al khas Wa yubarik lahu Rasulullah SAW Lahu Tilmin Abdul Bahili, Abu Bakar Al-Baqilani Mahudu Al-Tamihi, Al-Iqsaf, Al-Bayan, Al-Jaz, Wawara Al-Baqilani Lahu Tilmin Abdul Malik Al-Juwain Imam Al-Haramain Lahu Kitab Al-Fa'in Fusuddin Iyatul Umar Al-Kafir Fil-Jadal Al-Kafir Syarab Imam Al-Haramain Lahu Tilmin Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Lahu Kitab Al-Aqidah Ijabul Amal Fil-Kalam Al-Tisaf Al-Jabad Fusul Fiqh Al-Nahul Asmal, Al-Ajma, Wafi Aqid, Wafi Falsafah, Wafi Falasifah, Syahatul Anwar, Wafi Radira Falsafah, Dhafidil Falasifah, Wafi Qadir, Mishtasawuf, Bidal Hidayah, Hajul Abidin, Mekarul Bidin, Al-Qasda'iyah, Al-Matul Hiwari Ahli, Al-Yaluhuddin, Kimadha. Tumma lahu timid, Abdul Rab Syedestani, هذا الدرب المكرم على نور النحاب وصلاة فراسي اشتان له تلميذ محمد عمر فخرازي كتابه المقصود في الرسول وبعث المشرفية المطول العالية تفصيل محفات الغيب له تلميذ عبد الله عبد الدين الإيجي وكتابه الإيجي كتابه المواقف وشرح له أبو علاء الجرجاني سبعة مجلدات ثم له تلميذ Muhammad Abdullah As-Sanusi Tahu kita Al-Aqidah Al-Kubra As-Sanusi lahu tilmid Ibrahim Al-Bayjuli Tahu kita Jauhan Tauhid Al-Bayjuli lahu tilmid Ahmad Ad-Dasuki Kitabu Umbul Barahim Al-Dasuki lahu tilmid Yusuf Makassar Ahmad Khotib Sambas Kitabu Fakhru Arifin Khotib Sambas lahu tilmid Nawawi Banten Filter Mas Arsul Banjarmasin Ulama Ibu Sadar Najmah Hizul Kitab Sagun Dadi Abdul Salam Palembang Lahu Kitab Manhad Nahjusai Nahjusalikin Dr. Fiafi Siarus Salikin Wa Tu Fiafi Fatan Taitan Jadiyah Abdul Salam Palembang Amma Syekh Nawawi Banten Kutub Kathir Masir Munin Jahid Rizab Syafir Fakir Munin Wal Ma'ruf Min Kitab Wa Mu'asyarul kitab Syekh Nawawi Banten dua
Qurratul uyun. Asyhadu kita bisa naibah. Emang naibah itu tahu gede. Aku temus. Itu bisa syarah manhaj dari Qatar. Syarah Al-Rasyid di Musa Hadid. Dan itu endur tilmid. Qalil Bangkalan. Qalil Bangkalan alladhi yuwafiq bainal mustalahat al-arabiyah wal-jawa fi mustalahat al-nahw. Tada khobar fa'il makbul fa'udha makbul fa'udha. Syekh Qalil Bangkalan ditanjung. Wah, muwafiq, muwafiq. Laisa mushkot abadan. Sahih, 100%. Fa'utawi ilmu mentada iku khobar. Opoli fa'ilin wa na'ibih dhohar. Wa ingri maf'ulin bihi pronoli maf'ulin li ajlihi wa indalem dhorof sertoli maf'ulin ma'ah wa kan sifat silatu mausulin kada mitru sifat wa mutlakul maf'uli fihi kelawan kada kabaku jarri fadlu bil bayan apane litamisi hale halu azdahidu bil hifriya rijalu. Ini adalah montanya buku kami obat iku ada bin istihad alu tapi cuma juga susah kalau dia bawa kamu tidak terus pulih bagaimana sih masya Allah bin Ubayy yang berfakir badan lama zurni isni balad di sif sif fiha jamiah islamiyah wa tariqah di tarjamah terhadap kutub al-arabiyah bihari tariqah mim khofa idan nahnu nakud min min sin iya kan duluan sana. Anu asal problem problemnya, apa masalah aja pak? Mewah, kita ini nak kuning, miliuner, mesti mesti kuning. Tuh makhluk bakaran lahir di med, Abdul Syekh Hashim Mashari. Syekh Mashari asas jabatan ulama, ala asas al sunnah wal jamaah, tawassut, tasamuh, wa ahdaf. Taqwiyat al-ukhuwa islamiyah, al-ukhuwa wataniyah, al-ukhuwa insaniyah. Al-ukhuwa wataniyah, lahu jargon, lahu syi'an, ma'ruf jiddan-jiddan, ma'ruf. Wala yujad alim fi syarqi al-awsat mitru. Gak ada kiai di Timur Tengah seperti Hashim Mashari. Ini dua, hubbul watan minal iman. Aku fi syarqi al-awsat 14 sana. في مكان لون سنة رجعنا ك حملة أربع أولاد. saya di مكان 4 tahun 14 tahun perempuan 4. Artinya saya sudah hafal di sana. Tidak hafal lah. Tidak ada alim min ulama Arab. Kalau dia itu syiar hubbul watan illa hasyim. Ada min ma'rifatu min irfanu. هذا الكلام خرج من لسان سنة 1915 عندما كان خلافة عثمانية تركيا في بعث أرض الجمارين the sick man of Europe وكل البلاد الإسلامية قد استعمره استعمر فرنسا إنجلترا إيطاليا هولندا فهاشم أشعري عرف أن هذه الخلافة سيذهب ستنهار الخلافة ستزال ستنهار Hashim Mashari sudah tahu, ini kenapa ada bubar nih, tahun 15 itu. Betul! Salat al-Fakhlis al-Ba'ashrin, Zalat al-Khilaf al-Uthmaniyah, Azalaha, Uthman Edmund, Mustafa Kamal, Al-Tatur, Basbaha, Jumhuriyah, Jumhuriyah, Ladiniyah, Al-Maniyah, Niyah, Filmiyah. Mamnu' Islam bin Asmar Arabiyah. Di Turki itu dilarang nama bahasa orang pakai bahasa nama Arab yang fasih enggak boleh. Muhammad Mehmet, enggak boleh Muhammad. Toyib Rajab enggak boleh itu. Tanya Recep. Ini pacarnya Jamal Khashoggi. Kok dijah namanya? Tapi itu cek-cek. Ali Anja. Kamu biarannya. Muhammad Mehmet. Wahyu Raja Tengah Raja. Sama itu maka Sayyidina Abu Ayyub Ansari, Abu Zaid, Abu Ayyub Ansari, Sahabi,
توفي في اسطنبول زرت مقامه قبل زمان ايوب سلطان ايوب سلطان ايوب سلطان ايوب سلطان ايوب ممنوع الاداب العربيه ممنوع الصرف سيستم ممنوع سوره سور خلافه سور خلفاء سور خلفاء ممنوع سبدر ada gambar khalifah ممنوع بمش ممنوع حكومة لا تسهل حجاج أو حاجة مغطى سرقام لا أدى pemerintah yang melayan haji حتى سنة تخم سوى سبعين بدا حكومة سهل في أعلم أعلم الحكومة والحاصل بعدين بعد ما زالت الخلافة الثمانية سنة 30 أول مرة ظهرت أنشئ حزب السياسة في العرب في الدول الشعبية اللي هو بعض ناشوناليزم قومية وطنية لا دينية اشتراكية سكولار ناشوناليزم سوسياليزم أسسها ميشيل أفلاك واحد زعيم من دمشقس ثم جمع الشباب العرب جمع وتدرب تدرب تدرب وهي مدرب قومية قومية ضد الاستعمار صدام حسين حسن بكر وياسر طه رمضان وياسر رمضان طه العزيز حافظ الأسد قبل الخدام و زكريا محي الدين محمد نجيب جمال نصير عمر سادات حارب أبو مجاز بن جديد بن بلا بوذياف عبد السلام جارو من ليبيا حارب لبيبة من تونس جعفر المهدي السودان كلهم اشتراكيين لاتينيين فهمت فهمت ماذا سبت تاني ممكن تاني ناشوناليست سكولار سوسياليست ليه؟ لأن ناشوناليزم وقومية صدرت من الخارج جاءت من الخارج من مجرى و مختلف جدا في اندونيسيا القومية الوطنية صدر من العالم العظيم من الزعيم المسلم العظيم اللي هو حضرة الشيخ ناشوناليزم كيتا بيدا ناشوناليزم شورنا ناشوناليزم عرب سكولار سوشاليست karena apa datang dari Mitchell Aflak agamanya Kristen Ortodok dan menantunya Golda Meir Mesir Golda Meir Mitchell Aflak Mesir Golda Meir perdana menteri pertama Israel jadi mau nasional itu dari sana kali kita beda dong nah kalau kita dari nasional ini aku berdoa iman dari Salim dari jalan sama Dudi saya Cokro Minuto itu orang Islam nasionalis itu Ahmad Dahlan juga Muhammadiyah Ahmad Dakir juga berhasil ulama udah di Indonesia muslimin, batoniyin, kaumiyin amma inafi syarikat usad la yujad alim bin ulama al-kibar batoniyin wa la yujad batoniyin muslimin al-ulama ada muskilah al-asasiya di Indonesia tidak dikiraan huruf al-ahliyah زارت قائمة يعني وطنيين قوميين بلد إسلاميين لا لا تبقى بلو بس هكذا عن ترى سمع المسلم بسمع نشوانيس ثم في سنة الثلاثينات ظهر حزب الإسلامي إخوان المسلم أسسها الشيخ العالم المعتدل السني محمد حسن بنا الشيخ الحسن بنا يا رجل صوفي وعالم لكن بعدما قتل هو ظهر الجيل الثاني هو سيد قطب محمد قطب العشماوي زكي المهندس محمد الإمساني وسام بيبي يوسف والدوي حسن ترابي متشددين فسيد قطب كان يكتب كتاب معالم في الطريق في الكتاب قال نظام الحكم غير إسلامي جاهلية sistem politik yang bukan Islam jahiliyah itu berkasih kutub dan tentunya makna tentang apakah itu komunisme sosialisme sekularisme kapitalisme nasionalisme juga
jahiliyah. Idan qaumiyah batinnya hendak saya kutub minal jahiliyah. Tuma sama khosal sitin syuriku gantung semua setahu lama ikhwan saya kemarin baby saya kutub filmi dan tahrir wah apa dibubarkan? Dibubarkan ya kalau semua dibubarkan pak kalau semua nih Mamno, yang kubir Mamno ada Jawa Nasir wabada zawal izah zawal ikhwan muslimin waharat asyad bin ikhwan akbar bin ikhwan fi syiddah ini huwa jama'atut takfir wal hijrah asasha syukra ke Mustafa Al-Sabin alladhi qatala Husain al-Dahabi dalam kitab At-Tafsirun wa qatala wa qatala sahafi kabir Yusuf Sibai wa qatala 3 Oktober 1981 Ar-Rais Muhammad Anwar Sadat wa Khalid Istanbuli min jatah al-Hijrah wa ja'a ila Indonesia minha minhum Muhammad Abdurrahman alladhi kana sajada syukrullah andama karena kalau bil'adal indama hukima bil'adal sajada syukrullah alladhi abdurrahman kalau masih ikut silahkan gak apa-apa biar orang ego dan banyak pensel bukan ego kebanyakan proposal tiap hari dari alhamdulillah di Indonesia in alamiyah tafsir alamiyah ba'd ulama 91 million akibat ladaina 22,000 makhad islam faqir 13,000 madrasah 850,000 masjid masjid wa turki sufiyah 45 wa lana jama'at qura hufad wa ladaina syabab ansar ladaina min al-talabah ibnu ppnu ladaina أرسلت أرسلة حديث دفع نفس دفع نفس ودينا إيش كمان رمى رمى صار بموسي والحاصل 91 مليون هذا يحتاج إلى تغذية ورعاية وتجديد في الحماسي حتى لا تزول حماسة واس نهض العمر نهض مش نومن علماء لا ولكن الذين لا تركون الفرطين فليا تذيعا kamu harus takut kamu harus kuat jangan sampai meninggalkan anak cucu yang di'af Quran ini jangan sampai anda meninggalkan anak cucu yang di'af harus akhya ولكن الذين لا تركون الفرطين فليا تذيعا jangan sampai harus akhya kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat budayanya, kuat ekonominya, kuat politiknya, dan jangan lupa kuat syahwatnya. Syukur, badum-tum kira 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 syukur zakum, jazakallahu khairan. Ini dikasih makan atau tidak? Saya agak bingung maksudnya karena pakai bahasa gaduh-gaduh karena ada bahasanya ya sudah cukup kali ya yang penting bahwa beliau secara menyampaikan bagaimana sejarah dan peradaban umat Islam yang wasatiyah mulai dari madhab fikihnya sampai madhab akidahnya sampai kemudian kepada kita di Indonesia melalui Syekh Hasyim Asy'ari. فنستمع الآن إلى فضيلة الشيخ الدكتور زهير المتعين. Sebelum saya persilakan beliau, ini ada biografi beliau. Ya, beliau adalah Ketua Front Aktivis Islam, Ketua Front Oposisi, ya, aktivis oposisi. Kemudian dia adalah Wakil Ketua Perhimpunan Ulama Islam di Lebanon. Ya. Berasal dari Beirut dan beliau alumni Al-Azhar
untuk kesatunya, kemudian juga belajar di Imam Al-Auza'i kunyat dirasa, kemudian juga doktorohnya di Al-Jamiah Al-Amrikiyah Beirut. Ada banyak karangan-karangan beliau, di antaranya kitab Hidayatul Tulab fi Tajwid al-Kitab, Tahqiqu Kitab al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar li Al-Mursyid al-Hanafi, wa Kitab fi al-Fiqh al-Hanafi yudarras fi al-Azhar al-Sharif, Tahqiq Kitab al-Manhaj Rawi fi Tibb al-Nabawi li Ibn Tulun al-Dimashqi, idhafa ila tahqiq al-Kathir min al-Kutub fi al-Tafsir wa al-Fiqh wa Ulum al-Qur'an wa ghairi dhalika. Kemudian juga ada banyak pengalaman-pengalaman organisasi beliau, tidak saya sebutkan. Nahnu lanakulullah at-ta'lim ankum lakum nurid minkum al-istima' ila muhadaratikum al-qayyimah. Kalau itu faktor masyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wafal sabar wa tamat taslim ala sayyid al-salat ajma'in سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية لم يسعني أن أجاري شيخنا الفضيلة البروفيسور الدكتور سعيد أقيل سراج بقدرته وطراقته لإلقاء محاضرته معكم لما يتميز به من خصلتين. الخصلة الأولى هي سعة علمه بداية وقدرته على التواصل معكم. ثانيا وجدت به مسألة مهمة جدا هي روح الدعالة والمرح والفرح مع إعطائه العلم، وهذه ميزة مهمة جدا للعلماء، فلا تجعل المستمع يسأم منه ومهما أطال عليه فهو يستمع له. المشكلة أنكم الآن ستسأمون مني لأني لن أستطيع أن أجاريه، لأني لا أملك هذه الروح، وثانيا كذلك لا أملك اللغة الأندونيسية التي أستطيع أن أعبر لكم بها عن حبي وشوقي لوجودي معكم. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, pertama-tama beliau sampaikan bahwa saya tidak akan sebanding dengan Ketua Umum PBNU dalam menyampaikan keilmuan, karena ada dua hal yang saya amati tadi. Yang pertama adalah pengetahuan beliau yang begitu luas, bicara tentang sejarah yang begitu panjang lebar, ya. Dan yang kedua adalah cara penyampaiannya yang lugas, meskipun ada yang serius tapi ada yang bercanda tawa, sehingga semuanya bisa mendengarkan dengan seksama, dan itu tidak ada pada saya. Mungkin kalau saya menyampaikan, saya adalah mungkin dengan cara yang ya, serius, kaku, dan mungkin semuanya akan bosan mendengarkannya. Audun alamat hidayatan min huna wa ana fi maqarri jam'iyyat Madrasat Ulama'i Indonesia. أتوجه بالشكر لله تعالى بداية أن وفقني أن أكون بينكم حاضرا لألتقي هذه الثلة من العلماء والمحبين. بداية لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسعني إلا أن أشكر القائمون على دعوة من رأس الهرم سيادة الرئيس رئيس جمعية مهبط العلماء الأخ الحبيب البروفيسور الدكتور سعيد عقيل سراج لهذه الدعوة الطيبة المباركة. ومن خلاله لابد لي أن أتوجه بالشكر
لرجل حقيقة وشهادتي به مشروح، لأنه لا يمثل في لبنان دولة أندونيسيا، ولكنه كذلك مثل نهضة العلماء خير تمثيل، وعنيت به الأخ السفير الأندونيسي في لبنان أحمد خازم خميني، هو الذي هيأ لي هذه الدعوة بعد أن كان لنا عدة لقاءات وحوارات في الإسلام، الإسلام الوسط والإسلام المحمد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والصورة المشوهة التي أصبحت موجودة اليوم للأسف عند شباب وشابات المسلمين قبل أن يكون التشويه موجوداً عند الغرب. لذلك الشكر، كل الشكر لسماحة الشيخ سعيد وللأخ أحمد خازم الحميدي على دعوتهما المباركة هذه. Beliau menyampaikan rasa syukurnya yang sebanyak-banyaknya pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa berkumpul di sini bersama kita para asatidz, para kiai, para ulama. Kemudian juga beliau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada penyelenggara Multaqa Al-Alami, ya, terutama kepada beliaunya Ketua Umum PBNU dan jajarannya, juga kepada para panitia. Sebagaimana beliau juga mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang yang telah berjasa untuk bisa mendatangkan beliau ke sini, yaitu Duta Besar Indonesia di Lebanon, Bapak Ahmad Khazim Humaydi. Beliaulah yang dipadatangi, menjembatani saya untuk bisa hadir di sini, dan beliaulah yang sering menjadi perwakilan Nahdlatul Ulama di sana. Bukan hanya Indonesia, tapi beliau telah menyampaikan pesan-pesan Nahdlatul Ulama di Lebanon sebaik-baiknya. Makanya kemudian kepada dua orang inilah saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ya, diingatkan sahabat, di saat umat Islam sekarang sudah banyak, terutama pemudanya, mencoreng nama Islam sendiri, baik itu yang ada di negara-negara Islam ataupun juga di negara-negara barat. Tapi justru ya, pencorengan nama Islam itu ada paling banyak di negara-negara Islam. Wa abda'u bi muhadarati walakin atamanna min al-mutarjim an yashrah lakum mas'al. Ana bi hadhihi al-muhadara sa'udhum li'anna الشيخ سعيد يتكلم لغته، فهو استطاع أن يصل إليكم بكامل تعابيره وأفكاره مباشرة، ولكن أنا سأقع بمشكلتين. مشكلة الوقت، لأن هناك وقت لي ونفس الوقت سيأخذه المترجم أو أكثر، ويقطع كثير من الأفكار التي سأتكلم بها. والمسألة الثانية أن بلغتنا العربية مهما حاول المترجم أن يعطي حقها للغة أخرى، وفضيلة الشيخ سعيد أدرى، فهو لن يستطيع أن يأتي للترجمة الحرفية. لذلك أرجو منكم أن تغفروا ما قد يقع من تقصير قد لا يكون مقصود مني ولكن من خلال الترجمة. Jadi beliau mengatakan, yang pertama saya ucapkan, ya, mungkin ketika nanti saya akan menyampaikan materi saya, mungkin ada yang tidak suka dengan materi saya. Saya tidak akan bisa menyampaikan materi sebagaimana Pak Kiai Said tadi, yang dengan tugas, dengan canda tawanya, dan itu semuanya sampai kepada, ya, pesan-pesannya sampai kepada kita, para audiens. Tapi kalau saya tidak bisa seperti itu, karena butuh penerjemah. Ada waktu yang membatasi saya, juga ada penerjemah yang membatasi saya. Bisa jadi kemudian nanti saya sampaikan pemikiran-pemikiran saya dipotong oleh penerjemah. Dan yang kedua, bahwa
terjemahan itu bisa jadi tidak sebagus bahasa aslinya. Ini meragukan penerjemah kalau gitu. Jadi mungkin saya sampaikan dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu begitu kaya. Ada bahasa yang tidak bisa kemudian diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Jadi mungkin kalau tidak sampai pesan-pesan saya, maka tanya kepada penerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana astana li samahat البروفيسور الشيخ سعيد. نعم أنا رافقه في كثير مما أتى به وعرض، وهو الخبير بالتاريخ الإسلامي، ليس فقط تاريخ إندونيسيا ولكن تاريخ العرب والمسلمين. ولكن من طبيعة الأمور ومن حقنا أن نختلف، ولكن بما لا يجعلنا مختلفين. نختلف لا أن نكون مختلفين، نختلف بالرأي، نتناقش حتى نصل إلى الأصل. نعم هناك سرد تاريخي من فضيلة الدكتور، ولكن كما يقال عندنا نحن العرب أن أهل مكة أدرى بشعابها، هناك بعض يعني الاختلاط في الأمر ما بين ما جاء به ميشيل عفضة الذي جاء بعد سقوط الخلافة العثمانية، وردة الفعل ليس على الحكم العثماني أو ما قام به العثمانيون من ظلم في بعض الأحيان، ولكن جاءت ردة الفعل من العرب خصوصا على الإسلام. لذلك نحن نريد أن نفصل ما بين ما قام به ميشيل عفلة غيره من دعاة الوطنية والقومية، وما بين ما أتى به العلماء المسلمون العرب، ومثل عندنا علماء كبار في الأزهر الشيخ محمود شنتور والشيخ عبد الحليم محمود وغيرهم الدور الكبير. كما لا أنسى مثلا حتى في تركيا التي أصبحت علمانية لدرجة كبيرة، دور المدرسة الدينية التي قام بها الشيخ بديع الزمان سعيد اللورسي بالحفاظ على الدين الإسلامي الصحيح، دين ومذهب الأشاعرة وأهل التصوف. نعم كان حنفيا ولم يكن شافعيا، ولكننا كلنا كشافعيين وأحناف ومالكية وحنابلة نؤمن بأن الله واحد وكلنا من أهل السنة والجماعة. Jadi memang beliau mengatakan ada banyak hal yang beliau sepakat dengan Pak Kiai Said, tapi ada beberapa yang beliau tidak sepakat. Itu biasa, tidak sepakat dalam seminar, dalam acara besar itu biasa. Yang penting kita tetap satu pandangan tentang Islam, bahwa Islam semuanya mengajak kepada kebersamaan. Ada yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Said tentang adanya Michel Afla. Sebelumnya beliau mengatakan bahwa ahli Makkah atau Bishyabiha itu bahwasanya tentang sejarah Arab. Tadi Pak Kiai Said sudah menyampaikan tentang sejarah Arab begitu panjang lebar. Ya, nasab-nasabnya, silsilahnya itu banyak sekali. Saya enggak hafal kecuali Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin saja. Ya, beliau mengatakan Misal Aflah. Adanya Misal Aflah itu setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, dan kemudian yang menjadikan adanya sosialisme, sekularisme, nasionalisme, bukan religiusme atau bukan agama. Tapi beliau menyanggah bahwa ada juga peran ulama ketika itu. Ya, peran ulama yang masih mengedepankan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari Al-Azhar Syarif dan yang lainnya. Ya. Di antaranya Syekh Mahmud Sartur dan Abdul Halim Mahmud dan yang lainnya.
Kemudian dari tempat lain pun juga ada Badi'uz Zaman Said An-Nursi, yang itu juga masih menjaga tradisi Islam pada waktu itu sesuai dengan ajaran Asy'ariyah. Ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan, ya, yang religi di bawah panji Asy'ariyah, meskipun mereka mazhabnya adalah Hanafi. Kita di sini adalah Syafi'i, tapi tidak berbeda. Yang penting adalah Tuhan kita satu, yaitu Allah, dan kita berada di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. طبعاً ليس المجال هنا لأذكر العدد الكبير من العلماء الوسطيين في عالمنا العربي، والذين بعضهم استشهد دفاعاً عن عقيدته الوسطية وعن إيمانه بالحوار ونبذ العنف والتطرف، وكان آخر هؤلاء العلماء الكبار والكبار جداً، والذي كان له تأثير ليس فقط في بلاد الشام ولكن على مستوى العالم، كل العالم الإسلامي، كان آخرهم الشهيد شهيد المحراب الشيخ محمد سعيد رمضان البروطي. لذلك لا أنسى الشيخ أحمد كفتارو في الشام، نعم، لا أنسى في الجزائر الشيخ الأمير عبد القادر الجزائري في تونس. لذلك عالمنا العربي والإسلامي مليء جدا بالأسماء التي سعت وعملت على المحافظة على الدين الإسلامي الوسطي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك أنا فقط أردت، ليس الرد ولكن فقط للإيضاح. جاري بعده شديد. Dikira saya menunjukkan hanya yang satu sosialis kuler, yang satu ikhwan. Masih ada ulama yang ya besar. Jadi beliau tidak akan menyebutkan semua ulama-ulama yang moderat seperti kita, tapi beliau akan menyebutkan hanya beberapa saja. Yang terakhir kata beliau adalah yang punya pengaruh besar di dunia Islam, bahkan di dunia keseluruhan, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, dan kemudian Syekh Kaftaru kata dia, dan juga dari Tunisia dan juga di Aljazair, itu banyak mereka yang mengedepankan moderasi-moderatisme dan kemudian wasatiyah. Walakin anwan nadwatina huwa tau علماء أندونيسيا في النهضة العالمية. لذلك سأحصر كلمتي أو مداخلتي هنا، وخاصة ونحن نعيش في هذه الأيام، أيام الفتن وأيام تحريف الدين الإسلامي عن مقاصده الحقيقية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أبدأ من العنوان في أندونيسيا، جمعية نهضة العلماء. بداية العلماء، وربنا جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هنا الانطلاق، فإذا صلح العالم مع الحاكم صلح المجتمع، وإذا فسد العالم مع الحاكم فسد المجتمع. لذلك حين أدخل هنا في جمعية نهضة العلماء وأرى هذا الصلاح وهذا التواضع وهذا الحب وهذا العشق، العشق عندنا مراتب، الحب عندنا العرب لها مراتب عديدة وأسماء عديدة، كلها بدرجة تعلو على درجة أخرى، أنا ما بعرف باللغة الإنجليزية، ولكن عندنا الحب، عندنا العشق، عندنا الولاء، كل هذا رأيته في عيوني وقلوب أبناء نهضة العلماء بالإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم
متمثلا بمقاضع رئيسها وأعضاء قيادتها وأبنائها. هذا اللقاء الرباني الرحماني المحمدي الذي وجدته في عيونكم وقلوبكم وأيديكم هو يؤكد أن العلماء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ورثة الأنبياء. ونحن حين نتحدث عن الأنبياء، هل هم الأنبياء الذين ملكوا المال أم ملكوا السلطان أم ملكوا الجاه، أم هم الأنبياء الذين ملكوا القلوب وملكوا الأرواح بتواضعهم للفقراء والمساكين؟ كنت تدخل إليهم فلا تفرق بين محمد ومسكين عنده إلا من خلال النور الإلهي الذي وأوقعه الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا في نهضة العلماء، وسأتكلم عن النهضة ثانيا، نهضة العلماء أرى فيها نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بكثرة المال ولا بالجاه ولا بالمرافقين حول الشيخ سعيد ولا بالسلاح ولا بأي شيء، ولكنكم لأنكم ملكتم أنتم هنا قادة النهضة قلوب الأندونيسيين، فأصبحتم كما أخبرنا شيخنا الشيخ سعيد 91 مليون منتسب، وهذا الرقم ليس بهين. لا أظن أنه حتى في أكبر الدول سكان، يعني اليوم الصين اللي هي فرضت الشيوعية بالقوة، إذا دخلت إلى الصين لن تخرج من المليار، أنتم 270 مليون، لن تخرج من المليار والنصف مليار 91 مليون شيوعي حقيقي. ولكننا حين ندخل أندونيسيا نجد 91 مليون من نهضة العلماء، ليس بالمال وليس بفرض السلطة دخلت نهضة العلماء، ليس لأنها استلمت الحكم في أندونيسيا وفرضت رأيها على الشعب الأندونيسي، ولكن من خلال الدعوة الإسلامية الصحيحة الوسطية التي ومنذ تعرفي على جمعية نهضة العلماء كان شعارها الأساس الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالرحمة نفتح قلوب المسلمين ليس فقط في أندونيسيا ولكن في كل العالم، وليس فقط المسلمين بل كل البشر، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة ليس للسنة ولا للشيعة ولا للدروز ولا للعلويين أو الإسماعيليين، أنه يقال لهم المسلمين، ولكنه كان رحمة للكاثوليك والبوذي ولكل منتسب لدين أو حتى اللا ديني. هو الرحمة المهداة من رب العالمين، هي الهدية الحقيقية لهذه الدنيا اسمها محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau di sini baru kalau dipertanyakan kepada jemaahnya karena begitu panjang kali. Jadi beliau ingin memulai dengan mengatakan bahwa tema kita adalah peran ulama Indonesia dalam membangun peradaban dunia. Beliau ingin memulai dengan ulama. Ulama dikatakan inna layyashallaha min ibadihi ulama. Jadi apabila ulamanya baik maka ya murid-muridnya akan baik.
Tapi jika ulama-nya tidak baik, maka masyarakat di sekitarnya pun juga tidak baik. Dan saya lihat Pak. Beliau mengatakan bahwa saya lihat di jamiah Nahdlatul Ulama ini ada satu hal, ya saya cinta kepada mereka karena ada satu hal yang saya lihat memang benar-benar kelihatan cahaya warasatul anbiya itu ada pada mereka, ada pada pengikut jamiah Nahdlatul Ulama. Ya, kita tahu bahwa para nabi, baik itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu semuanya tidak membawa harta, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tapi mereka mewariskan ilmu. Dan mereka yang menjadikan hati-hati orang di sekitarnya itu kemudian ikut dan tunduk kepada mereka, sehingga mereka mau menerima ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu saya lihat di jamiah Nahdlatul Ulama. Kita di sini kumpul ikut dalam jamiah Nahdlatul Ulama bukan karena Pak Kiai Said banyak uangnya terus dibagi-bagikan kepada kita, tapi karena hati kita memang cinta kepada beliau, cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka kemudian kita datang ke sini, kita ikut dalam jamiah Nahdlatul Ulama ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah Rasul Rahmah lil Alamin, bukan hanya kepada satu sekte, kepada satu agama, tapi lil alamin. Jadi semuanya, bahkan orang komunis, orang ateis pun juga masuk dalam makna rahmatan lil alaminnya Rasulullah SAW. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha pun juga kata beliau semuanya masuk dalam rahmatan lil alaminnya ini. Dan itu saya lihat ada dalam diri jamiah Nahdlatul Ulama. Berarti benar-benar mewarisi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tidak ada satu jamiah di seluruh dunia ini yang kemudian pengikutnya sampai 91 juta seperti di jamiah Nahdlatul Ulama ini. Di Cina, ya, tidak ada kemudian satu yayasan, satu jamiah yang kemudian bisa mengeluarkan mereka semuanya dari ateis sejumlah ini. Tidak ada. Saya lihat itu hanya di Nahdlatul Ulama saja. Makanya saya begitu senang, begitu cinta kepada jamiah Nahdlatul Ulama ini karena ada cahaya dari para ulama di dalam hati mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW dakwahnya pun juga demikian. Dia adalah rahmatun muhda, rahmah yang Allah hadiahkan kepada seluruh umat manusia. والمسألة الثانية هي النهضة، والنهضة هي القيام بقوة، الوقوف والقيام، والقيام ونهضة يعني عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذلك حين أخبرنا الله تعالى عن ذم من يتعلم العلم ولا يعمل به ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك كم هم الذين تعلموا العلم في هذا العالم الإسلامي الكبير ولم يعملوا به، وللأسف عملوا عليه. نحن عندنا باللغة العربية في فرق ما بين به وعملوا عليه، أي عملوا من أجل أن يحصلوا على منافعهم الخاصة باسم الإسلام ولم يخدموا الإسلام، لذلك هم سقطوا. وإن كان بينهم من ذكره الشيخ الآن عن حركات إسلامية أو جماعات ادعت
انتماءها للإسلام ولكن لم يكن قصدها وجه الله تعالى، ولكن كان القصد هو الوصول للكراسي، كراسي الحكم. لذلك كانت نيتهم غير خالصة لوجه الله تعالى فسقطوا. ولكن للأسف يا شيخنا هم لم يسقطوا لوحدهم، ولكنهم أسقطوا الأمة، وأنتم ارتفعتم. لماذا؟ لأنكم عملتم بعلمكم وتواضعتم، فكانت نهضة العلماء قولا وفعلا وعملا. لذلك قبل أن أنهي ويترجم، لا تقاس نهضة العلماء بالواحد وتسعين مليون شيخ. اسمح، نهضة العلماء هي كل أندونيسي، 270 مليون. نهضة العلماء هي بملايين شتى من حول أندونيسيا، كان لنهضة العلماء التأثير الكبير عليهم. لذلك حين أذهب إلى الحج وأجد فقط، قل صراحة، الوفد الأندونيسي للحج، رغم فقره، أنا بعرف أن الشعب الأندونيسي شعب فقير، ليس كأغنياء الخليج عندنا مثلا، ولكنهم تراهم جميعا رجالا ونساء على قلب رجل واحد، يدخلون هون، حقلكم شرح كمان، كما كبر قلبي جدا قبل دخول الشيخ سعيد، كنتم تنشدون نشيد نهضة العلماء. طبعا أنا لا أعرف الأندونيسية لأشارككم بها، ولكن وأنا أراقب كلكم كأسنان مشت، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قلب رجل وامرأة واحدة تنشدون حبا ليس لأندونيسيا. أنا أعرف من جعلكم تحبون أندونيسيا هو الإسلام، لأن الإسلام هو الذي حافظ على وجودكم في أندونيسيا، ولولا الإسلام لكانت هولندا قد غيرت دين ومفاهيم وقيم الشعب الأندونيسي، ولكن بهذا الحب، بهذه الروح الوطنية التي سأتكلم عنها، التي هي جزء أساسي من الإسلام، هي التي حافظت عليكم في أندونيسيا، وكنتم قدوة حقيقية كمسلمين رساليين. والآن سأشرح بعدنا ما معنى المسلم الرسالي. Yang kedua adalah makna nahdoh. Nahdoh itu adalah wukuf, kekuat, bangkit, berdiri dengan kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa kun ya'malu fa sayara Allahu 'amalakum." Wa Rasulullah telah beramallah, nanti Allah yang akan membalas amal kalian. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian orang-orang beriman mengatakan bahwa kalian tidak beramal? Katanya kemudian, maka yang harus kita kedepankan adalah ilmu dan amal. Jangan seperti sebagian orang di kubur benar yang kemudian mereka hanya beramal tapi tidak niatnya ikhlas kalau Allah mengatakan. Ya'maluna alaih. Ya'maluna alaih itu artinya hanya mengumpulkan untuk kepentingan diri mereka pribadi, untuk bisa mencapai kepada kursi, jabatan, dan yang lainnya. Sehingga kemudian mereka runtuh, jatuh peradaban mereka,
tapi mereka tidak jatuh sendirian, tapi juga jatuh bersama mereka adalah umat mereka juga, ya, masyarakat mereka juga. Kita di Indonesia ada Nahdlatul Ulama yang menjaga peradaban kita. Nahdlatul Ulama, kata beliau, tidak hanya 91 juta pengikutnya, tapi seluruh Indonesia itu semuanya mencerminkan Nahdlatul Ulama, kata beliau. Mereka berada dalam satu panji, ya, bukan namanya Royah, ya, di bawah pimpinan beliau Kiai Said. Dan itu saya lihat ketika di haji, ya, haji itu saya lihat gerombolan orang-orang atau jamaah dari Indonesia itu, meskipun mereka kata beliau miskin, ya, miskin-miskin kelihatannya begitu deh, kan? Tapi saya lihat mereka itu tunduk patuh dalam satu arahan. Ya, itu semuanya saya lihat dan itulah Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia ini. Kata Rasulullah pun hukum ke asna itu, kalian semuanya bagikan giginya sisir itu, ya, semuanya pada satu arah, tidak ada yang menyimpang. Dan di Indonesia ada ajaran-ajaran Islam yang diterapkan. Seandainya tanpa ajaran-ajaran Islam, maka orang Indonesia atau orang-orang Indonesia tidak akan ada. Mereka akan tergerus dengan penjajahan India, Belanda, dan yang lainnya. Tapi karena ada ajaran-ajaran Islam yang dijaga terus sampai sekarang, dan yang menjaga itu adalah Nahdlatul Ulama, maka umat Islam Indonesia dan yang lainnya tetap eksis sampai sekarang. منطقة العلماء أتوجه لكم أيها الشباب والشابات الأندونيسيين. لا أتكلم فقط مع من هو حاضر هنا، وليس فقط مع من ينتسب إلى الله، إلى كل الشعب الأندونيسي. أنا أتكلم بصراحة مع بعض. نحن في بلاد العرب، في بلدي وموطني نبي الإسلام نبي الرحمة. كيف حال بلادنا اليوم؟ هل تعرفون؟ نحن نعيش حالة تمزق وتفرق. نحن نعيش الأخ يكره أخاه، والجار يكيد لجاره. فرقتنا السياسة، وفرقتنا الأحزاب، وفرقتنا المذاهب. كل هذا يحدث في بلادنا، وللأسف كل حزب بما لديهم فرحون، وكل يقول أنا الحق والآخر الباطل. كل هذا لماذا؟ هل تدركون المآسي التي نعيش فيها؟ هل تدركون؟ والأخ الشيخ سعيد أشار إلى منبع هذه المآسي حين تحدث عن التجسيم، وتحدث عن التشبيه. من تجرأ على الله تعالى فشبهه بوجه، هون شيخنا تساءل بلحي ولا غدا لحي او ما بعرف شو، هو نفسه من تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه رجل لا ينفع ولا يضر. من هو هذا؟ مات. فيأتي الينا بفكر ليس ديني. الدين لسنا نحن من نحاسب عليه، رب العالمين هو الذي يحاسبنا جميعا. أنت تكون مسلم، أنت تكون مسيحي، مهما تعتقد من أفكار، لسنا نحن الذين نحاسب، لأن الله عز وجل خير البرية على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم حين خاطبه رب العالمين وأدبه. لذلك
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فقال له الله وهو يؤدبه: فذكر إنما أنت مذكر. وأردف الله قائلا: لست عليهم بمسيطر. أي يا محمد، دورك في هذه الدنيا أن تكون مذكرا ومعلما لهؤلاء الناس، فقط هذا هو دورك، وليس لك السيطرة على عقولهم وقلوبهم وأنفسهم وخياراتهم. الخيار لنا نحن، رب العالمين هو الذي خلقنا ويحاسبنا، لست عليهم بمسيطر. ثم جاءت الآية: إلا من تولى وكفر. هون المشكلة يا أخوتنا، تعرفوا شو المشكلة؟ أن هناك من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فجاءتنا، هلا كان بلشهم شيخنا بالحركات المتطرفة، الهجرة والتكفير، كانوا رحمي كثير رحمي. فجاءنا القاعدة ومن بعدها داعش والنصرة. وقفوا أخذوا الآية: فذكر إنما لست إلا من تولى وكفر. وقفوا هنا، قال: إلا من تولى وكفر نقطع رقابه ونقتله. ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أنت لست يا محمد ويا مسلمين تعذبون الناس، الله الذي يعذب. لذلك ليؤكد رب العالمين على هذا المفهوم الإسلامي القرآني، قال: إنا إلينا إيابهم. إلى من الإياب؟ الرجوع. إياب في اللغة العربية الرجوع. إنا إلينا إيابهم يا محمد. كل هؤلاء الذين ظلموا والذين كفروا والذين نافقوا والذين سرقوا والذين زنوا والذين أجرموا، حتى ولو تجرؤوا على الله تعالى، لا تحاسبهم أنت. إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. Beliau memberikan pesan kepada semuanya, bukan hanya yang hadir di sini, bukan hanya kepada Nahdlatul Ulama secara khusus, tapi kepada semua rakyat Indonesia, bahwa kita sekarang di Timur Tengah hidup dalam keadaan terpecah-pecah. Saudara membenci saudaranya yang lainnya, tetangga mengintai tetangga yang lainnya, dan begitu seterusnya. Itu kenapa? Karena mereka merasa paling benar, yang lainnya salah. Mereka mengatakan kullu hizbin bima ladaihi fariqun, setiap aliran dengan apa yang ada pada mereka merasa lebih baik daripada yang lainnya. Mereka mengatakan kelompok kami yang benar, kelompok yang lainnya salah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Tony tentang mereka yang menyimpang dalam masalah akidah, mereka yang punya aliran tradisi tasbih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian juga disebutkan orang yang berani mencaci maki Rasulullah SAW, maka mereka itu sudah keluar dari ajaran-ajaran Islam. Tapi siapa yang minta pertanggungjawaban mereka nanti di hari kiamat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hisab Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghisab mereka. Kita hanya menunjukkan sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah diberikan oleh Allah Ta'ala adab yang mulia, sopan santun yang mulia, akhlak yang mulia. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala yang telah mengajarkan kepada Rasulullah perilaku-perilaku yang mulia. Tapi Rasulullah dianjurkan, diperintahkan untuk mengingatkan. Fadzakir fa'anta mudzakir, engkau yang mengingatkan. Tapi yang menunjukkan kepada jalan kebenaran hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah telah mengatakan lasta alaihim bimusaitir. Kalian engkau tidak akan bisa menguasai hati mereka.
karena hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jadi tugas kita sebagaimana tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan illa man tawalla wa kafar, kecuali mereka yang enggan dan kemudian melakukan kekufuran. Karena ada di antara mereka yang percaya kepada sebagian Al-Qur'an dan tidak percaya kepada yang lainnya. Tidak percaya kepada ayat-ayat yang lainnya. Sehingga kemudian muncul kelompok-kelompok yang radikal, ekstrim seperti Al-Qaeda, kemudian ISIS, kemudian Nusrah dan lain-lainnya. Semuanya mengatakan kalau berseberangan dengan kelompok-kelompok ini, maka mereka langsung kemudian menghukum bunuh mereka yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Padahal kata Syekh Zuhair, hisab itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nanti semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak menghukumi orang di dunia ini dengan hukum yang tidak sesuai dengan akhirat kita. Dan yang akan menghakimi, dan yang akan menghakimi nanti di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu. Jadi semuanya yang mengingkari dan yang kufur, semuanya yang akan menyiksa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Wa bi islamikum huna kayfa halukum. Mo hakina 'an al-'arab hala halatna, hala bna nshuf Indonesia. Ay anwan, anwan Indonesia. Indonesia 270 مليون كما ذكرنا شعب واحد. يوجد عدة أعراق وعدة لغات وعدة أديان وعدة مذاهب، ولكن إندونيسيا تعيش بأمن وأمان. أنعم الله عليها بنعمة كبرى بأن جعل أبناءها محبين متسامحين. نحن الشعب العربي غير متسامح، أنتم شعب متسامح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بن أبي سلول، آذى رأس المنافقين كل الأذى، فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم. وحين جاء ابنه عبد الله، ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل بره يا عبد الله، أو يقال أن محمدا يقتل أصحابه. نحن أمة العرب، النبي عربي، والآن المسلم لا يسامح أخيه المسلم على أي مسألة صغيرة، بالاختلاف فقط بشيء. شيخين عند العرب يختلفان بينهما يقتلون بعضهم، جماعتهم يقتلون بعضهم بعضا ويفتون، هذا يفتي بجماعة هذا الشيخ وهذا يفتي بجماعة هذا الشيخ. أما أنتم هنا كل هذا الاختلاف والتنوع الأعراق، تذهب من هنا جاكرتا إلى أقصى أقصى جاوة، أنا لا يعني سومطرة، كل هذه المناطق، كل إندونيسيا، وأنت آمن ومطمئن، ولست يعني الحاكم أو الرئيس عندكم لا يقول أنا خليفة إندونيسيا، خليفة المسلمين في إندونيسيا، يقول أنا رئيس كل الشعب الإندونيسي. هل المطلوب دين؟ خلينا نفكر بالدين في العقل، فقط أن يأتي إلينا كذاك المعاق. تعرف شو معنى معاق ولا معنى المعاق؟ المشهود عليه من المخابرات الأمريكية أبو بكر البغدادي، وليس له من اسمه أبو بكر، سيدنا أبو بكر كان أرحم الناس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يبكي ليل نهار وهو يصلي
كان يرأف بالأمة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يتسمى باسمه ليقتل ويذبح وينتهك الأعراض ويقول أنا خليفة المسلمين. ماذا قدم العربي الذي يظن أنه خليفة ويتكلم باسم الإسلام للعرب والمسلمين؟ وماذا قدم رئيس أندونيسيا المسلم الذي لا يقول أنا زعيم المسلمين في أندونيسيا أو غيرها، أنا رئيس كل البلاد؟ لذلك أيها الإخوة والأخوات، وأنا قلت أنا أتحدث خارج هذه القاعة لكل الشعب الأندونيسي، فكروا بهدوء. هذه الأفكار السوداوية التي بدأت تداعب أفكار بعض الشباب المتحمس هنا باسم تارة الإسلام أو الخلافة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيقيم خلافة، هذا كذب. حين دخل إلى المدينة المنورة عقد اتفاقا وصلحا مع اليهود فقال نحن المسلمين واليهود أمة واحدة. راجعوا التاريخ وراجعوا ما كتب محمد صلى الله عليه وسلم، أمة واحدة. المقصود هو تحقيق الأمن والأمان والسلام، لأن الإسلام دين السلام. فإن لم يكن في أي بقعة من الأرض موجود بها مسلمين، انتبهوا بدقة، انتبهوا بدقة، مهما كان عدد المسلمين، مهما كان وبلغ، إن لم يأتوا بالسلم والأمن والأمان فلم يحقق الإسلام ولم يكونوا مسلمين، ولو كان يحكمهم شيخ الإسلام. وهنا حين يتحقق الأمن والأمان والحق والعدالة بين كل أبناء الوطن، عندها يتحقق الإسلام. ولو حكم غير مسلم نصراني أو بوذي، ولكن القضية كل القضية هي العدل، لأنه عندما يسقط العدل كما أشارت الآية العدل أساس الملك. فإن لم يكن هناك عدل فلا ملك ولا صلة بالله تعالى، وكله كذب ودجل لا يقصد به إلا وجه الدنيا، ولا يقصد به وجه الله، ولا يقصد به إلا أن آتي إلى هنا لأقول للشيخ سعيد، يا شيخ سعيد أنت معك 91 مليون بنهضة العلماء، أنا بلبنان إحنا عدد، كان عم يسألني الشيخ فكرنا 20 مليون، إحنا 4 مليون بلبنان. يعني كنت عم قل له لو هيأت لي كنت جبتهم معي على أندونيسيا بهالندوي. فأنا أرى أنه نحن مسلمين مسيحيين دروز، يعني جبهة العمل قد ايه عددهم في لبنان؟ كل القضية تصبح أتكلم باسم الإسلام حتى أنظر إلى كرسي الشيخ سعيد فأقول له كن من مقامك لأجلس مكانك. هكذا هي السياسة عندنا، وهكذا يريدون أن يدخلوا هذه السياسة، سياسة التفرقة والتمزق فقط، ليس من أجل لا إسلام ولا دين ولا أهل سنة ولا جماعة، فقط من أجل الكراسي والتحكم وخدمة لمشروع كبير في المنطقة، وبعد ما حكينا عنه، هو مشروع مواجهة الإسلام، الإسلام الأصيل الذي تكلمنا عنه، الذي فكروا معي الآن بعقل أيها الإخوة، هل تدركون قبل ظهور الفكر التكفيري الداعشي القاعدي والمسميات الأخرى شبيه، أنه كان الإسلام أكبر الأديان انتشارا في الغرب بين غير المسلمين، وبعد داعش والنصرة والإجرام والتكفير والإرهاب أصبح المسلمون
أنا ما عم بتحدث عن الغرب، يخرجون من الإسلام. يا مولانا شيخ سعيد، عندنا في بلاد العرب هناك ردة كبيرة عن الإسلام وخروج من الإسلام والتحاق بأفكار وأديان ومذاهب، تارة تحت العلمانية لا نريد تحقيق لا الزواج الديني، نريد زواج مدني، لا نريد الإسلام أن يحكمنا، كله من خلال صورة المسخ. لا أدري المفهومة كلمة المسخ، المسخ تعرف المشوه، الرجل المشوه، هذا المسخ الذي أوجدته أمريكا وأوجده الغرب بدعمهم، لأنه كل هالجماعات المتطرفة فتشوا مين أتى بهم من أفغانستان إلى سوريا والعراق، من ينقلهم من أوروبا ثم يعيدهم هنا وهنا، كل هذا من أجل إسقاط ليس كرسي الحكم لا في سوريا ولا في العراق ولا في مصر ولا في ليبيا ولا في أي مكان، كل القصد هو إسقاط الإسلام. وإذا أنتم استمعتم إلى هذه الأفكار، طبعاً ما عم نتحدث أكيد الأخوة هون، أنتم في الخارج، من يستمع لهذه الأفكار هو يريد لا أن يسقط فرس الحكم ولا أن يصل إلى الحكم، ولكن يريد أن يسقط القوة الحقيقية للأمة الإسلامية. 270 مليون مسلم على قلب رجل واحد، هذه بصراحة هي عددنا، هذا هو ظهرنا، نحن العرب المحمي، هذه فلسطين التي ستعود إن شاء الله برجال كأمثال المؤمنين في أندونيسيا، لأني أدري أن حرقة الشعب الأندونيسي على فلسطين هي أكبر بكثير حتى من حرقة الفلسطينيين أنفسهم. Sekarang bicara tentang Islam di Nusantara. Katanya dengan Islam yang kalian anut di sini, padahal Indonesia hanya 270 juta rakyatnya, suku-suku, berbahasa yang berbeda, juga banyak agama dan aliran, tapi mereka semuanya hidup dalam keadaan aman dan damai. Ada rasa cinta, ada rasa tasamuh di antara mereka. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, sebagaimana ketika datang Abdullah bin Salul yang kemudian dimaafkan oleh Rasulullah, bahkan kemudian kata beliau ketika datang anaknya yang bernama Abdullah, Abdullah si anak ini kemudian oleh Rasulullah disuruh berbakti kepada orang tuanya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Abdullah bin Salul adalah sebelumnya munafik. Tapi di Arab tidak demikian. Kalau ada dua syekh, kalau ada dua syekh di antara mereka, jadi kata beliau, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah pun juga beliau mempunyai perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan tidak ada perselisihan pembunuhan di antara mereka, karena mereka semuanya tunduk. Ya, tunduk dalam satu umat, dalam satu sistem. Ya, dan dengan kemudian mereka sepakat akan adanya piagam Madinah. Ya. Dia mengatakan kalau di Arab tidak demikian. Di Arab itu ada dua orang yang berselisih, bahkan sampai kemudian saling membunuh. Dan juga jamaahnya diajak untuk ikut saling membunuh. Nah, itu yang terjadi di Arab sekarang. Tapi kita katanya, Jakarta, Jawa, Sumatera, dan lainnya, kalau saya pergi ke semua tempat itu, saya pergi dalam keadaan aman. Tidak ada kemudian dikatakan di Indonesia ada negara khilafah, tidak ada, dipimpin oleh satu orang semuanya tunduk kepada presiden yang satu. Kalau kemudian muncul Abu Bakar Tadi, ya, pimpinan Daesh itu, ISIS, yang tidak ada sedikit pun sifatnya dengan Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW. Kalau sahabat Rasulullah Abu Bakar itu penuh dengan kesantunan, dermawan, dan suka memaafkan, tapi kalau Abu Bakar Al-Baghdadi tidak setuju dengan ajarannya, dibunuh.
dipenggal. Itu yang terjadi di Arab sekarang. Meskipun di Indonesia tidak ada yang namanya khalifah, tapi aman, damai, dan tenang. Ya, adil. Dipimpin oleh seorang presiden, semuanya tunduk. Nah, ini yang beliau sukai dengan di Indonesia ini. Tapi ini bukan jadwal politiknya. Jadi kita, katanya kita kemudian suruh memikirkan bahwa di Indonesia dengan adanya Islam yang amat ini, semuanya tunduk pada satu pemerintahan yaitu Islam, itu tidak ada khalifah. Kenapa? Karena ajaran-ajaran Islam berlaku di Indonesia. Berbeda dengan satu negara, kalau seandainya dipimpin oleh orang yang Muslim, tapi kemudian ajaran-ajaran Islam tidak berlaku, maka juga tidak akan ada perdamaian, tidak ada keamanan. Tapi justru di Indonesia, meskipun tidak disebutkan sebagai negara Islam, tapi dipimpin oleh seorang presiden, tapi karena ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran tasamuh, toleran, yang tidak keras itu ada dan diterapkan di Indonesia, maka semuanya tunduk pada presiden tersebut. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan al-adlu asasul mulk. Keadilan itu adalah fondasi dari satu pemerintahan. Jika pemerintahnya adil, maka semuanya akan tunduk. Tapi kalau jika tidak, maka semuanya akan terjadi seperti di negara kami. Ya, negara kami kata beliau cuma 4 juta orang. Katanya kalau PBNU menyiapkan tiket kecil semuanya, saya bisa bawa ke sini semuanya. Dibandingkan dengan kita di Indonesia yang begitu banyak, tapi tidak terjadi seperti yang ada di negara-negara Arab. Semuanya satu, semuanya tidak saling sikut. Kalau di sana, ya, dia mengatakan, bisa jadi mengatakan kepada yang saya yang ada di sampingnya, berdiri dari tempat Anda, nanti saya yang duduk di tempat Anda. Itu karena saking penyolongnya persisnya di antara mereka. Jadi, siapa yang memindahkan pertikaian yang ada di Afghanistan, kemudian pindah ke Iran, kemudian pindah ke Suriah, itu semuanya adalah satu tujuannya, untuk meruntuhkan fondasi-fondasi Islam. Dan bisa jadi itu kemudian sampai ke kita di Indonesia ini, jika kita tidak menerapkan ajaran Islam dengan benar. Mereka hanya ingin menjatuhkan ajaran-ajaran Islam dari setiap negara yang mereka hancurkan sekarang ini. Dan kita memohon supaya umat Islam di Palestina pun juga bisa dibebaskan dari penjajahan Yahudi yang sekarang ada di sana. Saya yakin bahwa Indonesia punya semangat lebih kuat dari semangatnya orang-orang Palestina untuk membebaskan Palestina di negara mereka. Terkhitam, سأجمع أفكاري وألخصها بسرعة. هأسحب لحتى أخلص بعدين بترجع. ماشي؟ ركز. أولاً، نحن أمة نتغنى دائماً بأننا أمة المليار والنصف أو 600 مليون مسلم. وين بنروح؟ إلى أقصى وجهة نقول نحن أمة المليار و600 مليون مسلم. هل نحن كذلك بحق؟ هل المليار و600 مليون مسلم على قد رجل واحد يحبون بعضهم بعضا؟ بتصدقوا هالشيء وفي 15 مليون يهود في العالم فقط يتحكمون بكل هذه الدنيا؟ في 3 مليون صهيوني يحتلون فلسطين ومن خلالها العالم العربي كله، ونحن مليار و600 مليون مسلم، صحيح. لذلك نحن حين مولانا أقمنا حركة عملنا، هاي الأفكار اللي بنلتقي معها، حتحدث هي بتختصر العمل ما بين أندونيسيا ولبنان وكل الدول. ثلاث ركائز هي التي تعيد الإسلام الحقيقي. هي التي تعيد للأمة قوتها، هي التي تعيد للإسلام مجده وحضارته وعمله، لأن بالتاريخ كما قلنا قول عمل كان العالم عالم طب وجغرافيا وهندسة وكل شيء إضافة إلى العلم الشرعي. قلنا أمة العلم والتقدم والرقي، نحن اليوم في آخر الأمم. أول مسألة هي أن لا نكفر
أحدا من أهل القبلة. قل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم مني دمه وماله وعرضه. أوليس هذا حديث رسول الله يا شيخ أحمد؟ فكيف يقال لنا هذا شافعي وهذا حنفي قاط بعض، هذا مالكي في المغرب وهذا حنبلي، هذا شيعي وهذا سني؟ وين كنا نسمع هالكلام سابقا؟ لما الآن حين بدأت كانت تجتمع الأمة وتنتصر جاء مشروع تفتيت الأمة؟ كل من يوحد الله ولا يكفر كفرا بواعا لا يجوز علينا تحت أي باب من الأبواب أن نقول هذا كافر أو أن نطرده من ملة الإسلام. كلنا يد واحدة مسلمون، يجب أن نحرص على وحدتنا الإسلامية كما نحرص أنتم، يجب عليكم أن تحرصوا بداية على وحدتكم الوطنية، ومنها حين تكونون أقوياء تستطيعون أن تحققوا الوحدة مع المسلمين الآخرين. بس ما بتجون عند المسلمين الآخرين ضعفاء ممزقين، تكونوا أقوياء. ونحن كذلك يمكن ما في تنوع طائفي سني شيعي، نحن في بلادنا لبنان نصفه المسلمين سنة شيعة، العراق نصفهم سنة شيعة، ماذا نفعل مع بعضنا البعض؟ نتقاتل؟ نتغابى؟ أم نقول لا إله إلا الله مع بعض؟ وهذا أعلم ما يقوم به الشيخ سعيد وبعض الأحيان يهاجم عليه. أنا بعرف يهاجم عليه، هذا ما يقوم به هو الصح، الحرص على وحدة المسلمين. ثانيا يجب أن ننبذ كل فكر إرهابي متطرف، أبدا لا وجود للتطرف في الإسلام مهما كان علو شأنه واسمه، لأنه اليوم للأسف يا أخوان هناك دعاة بين المزدوجين، هم دعاة، هم دعاة إلى النار وليس إلى الجنة، مشايخ علماء يروج لهم الإعلام الغربي المدفوع الثمن ليقال أن هؤلاء كبار علماء الإسلام، وللأسف يزين لشبابنا ويخدعون بهم وبأفكارهم. وما مر عندنا في مصر وفي بلاد الشام كثير منهم، يعني أسماء كبيرة كبيرة جدا ولكنها فارغة من المضمون. العالم الحقيقي ليس بكثرة من قال أنه عالم أو اليوم، لأن اليوم اللي بيصنع التلفزة الإعلام تصنع. العالم الحقيقي حتى ولو كان في مسجد من 380 ألف مسجد، ما هيك مولانا عندكم 380 مسجد في أقصى قرية، ولكن يحرص على تعليم الإسلام الحقيقي، هذا هو العالم المسلم الحقيقي الذي لا يفرق بين المسلمين ولا يجعل في رقبته دم أحد مسلم، لأنه وما قتل نفسا بغير نفس فكأننا قتل الناس جميعا. فكيف ترضون يا علماء الدين أن تجعلوا في رقابكم دماء المسلمين في ليبيا وسوريا والعراق ومصر وتونس وفي أفغانستان وفي كل مكان؟ واليوم المؤامرة هي أن تقرب الدماء منكم فتثار مشكلة جديدة مع الصين، أي مشروع جديد في المنطقة، الحرب مع الصين. لماذا؟ لأن الصين قوة اقتصادية تنافس أمريكا، فأمريكا تريد صرف هذا الإرهاب الإسلامي إلى أعدائها في المنطقة. انظروا أين يضرب هذا الإرهاب،
فقط يضرب أعداء النبي ولا يضرب في يوم من الأيام من يكيد عداوة للمسلمين. إذن المسألة الثانية نرفض وننقص الفكر الإرهابي المتطرف ونحاربه ليس بسيف، احنا لم نقطع رؤوسهم مثلهم، ولكن من خلال الدعوة والموعظة الحسنة وشادلهم بالتي هي أحسن. والمسألة الثالثة التي تجمع الأمة هي رفض الظلم. رفض الظلم، فكيف بأقدس مقدس بعد مكة والمدينة حين تحتل القدس ثالث الحرمين؟ نحن تعلمنا في دراستنا الشرعية أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. هل تستطيع يا شيخ سعيد اليوم تذهب إلى المسجد الأقصى؟ لا تستطيع. إذن جهاد هذا العدو من أجل تحرير المسجد الأقصى فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أن نرفض ممكن الظروف السياسية الدولية، لا يستطيع الشيخ سعيد يأخذ معه السيف أو اليوم كلاشينكوف بطل سيف يعني يروح يأوز، ولا معه كل نهضة العلماء، ولكنه يستطيع أن لا يدخل التطبيع مع العدو الصهيوني كما يفعل اليوم بعض زعماء العرب الذين يستقبلون قتلة الأطفال ومنتهكي أعراض نسائنا ومن يريد أن يغير معالم القدس وفلسطين وينقل المسجد الأقصى من داخل القدس الشرقية إلى جبل أبو ديس فيستقبلون نتنياهو وزوجته بالأحضان. إنها أمانة الله يا شيخ سعيد في رقبتك، وأنت على رأس أكبر جمعية إسلامية في العالم، أن لا تدخل الصهاينة إلى هذه الأرض الطيبة المباركة، وأن لا تسمح لأحد ما بالتطبيع معهم وبالقبول بوجودهم وباحتلالهم إلى فلسطين، حين نتمسك بهذه المعالم الثلاث نرجع ونعود أمة المليار وستمائة مليون مسلم، وكونوا على يقين والله لسنا بحاجة لمليار وستمائة مليون مسلم لنحكم العالم، عندها عندما نكون بضع مسلمين على قلب رجل واحد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله تعالى، والله إن شاء الله لن يتركنا ولن يترنا. إنها أزمة، إنها مؤامرة، وسننتصر عليها. واليوم اسمعوا معي بوضوح، نحن انتصرنا، ولكنها الخوف عليكم بمقدار تمسككم بجمعيتكم بهذه الأفكار الوسطية، تستطيعون أن لا تجعلوا بحر من دماء بين أبنائكم. بالعكس، انقلوا لنا دين محمد، انقلوا لنا المحبة، انقلوا لنا التسامح، انقلوا لنا هذه الوجوه النيرة. أختم بأقول شاهدوا وجوهكم وشاهدوا وجوه مدعي الإسلام، أنتم تضحكون كرسول الله الذي كان مبتسما دائما، وهم بوجوه متجهمة دائما لا تستطيع حتى أن تتكلم مع أحدهم، فكيف يكونون أتباع رسول الله وأنتم لا؟ وكيف يكونون العرب المنتسبين وأنتم الغرباء؟ أقسم بالله العظيم إن أهل أندونيسيا أقرب رحمة وأقرب نسب، أن النسب ليس نسب الدم، أقرب نسب هو للعمل إلى رسول الله، ممن يسكن حول رسول الله ويجافيه ولا يزوره
ولا يترحم عليه وينظر إليه باستهزاء أنه رجل كالرجال. وأكبر من ذلك المؤامرة كما سمعتم أنهم يريدون نقل قبره إلى مكان لا يعرفه أحد من المسلمين تحت مدعى حتى لا يعبد رسول الله. أكثر من 1400 سنة والمسلمون من أهل السنة والجماعة، لأنه عفوا شيخنا ليس الإمام أبو الحسن الأشعري هو الذي أتى به، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذي جاء بهم محمد. سيدنا أبو الحسن الأشعري حين وجد تحريفا في العقيدة كتب كتبه وصححها ما كانوا يقومون به. لذلك نحن أتباع ذلك الرسول في قبره الحي. ومن 1400 سنة ونحن نحكم الأمة الإسلامية ولم يعبد أحد منا محمد، ولم يعبد أحد منا صنما، لا صنم أبو الهول، ولا عبدنا أي معلم حضاري أو أي أثر جاء به السابقون. إننا أمة نحافظ على العلم ونحافظ على الآثار ونحافظ على كل مدنية ونحترم ما قدم الآخرون، ولكنهم أمة الأعراب الذين هم أمة الإسلام ولا أمة العرب، هم اللي جايين، هم أمة الأعراب الذين لا يعرفون مدنية ولا وطنية ولا محبة ولا قلوب رقيقة تبكي كما كان يبكي سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه في الليل حين يصلي، فكان وجهه من أثر بكائه محفورا قدين من حنانه وعطفه ورقة قلبه. أما هؤلاء جفاة القلوب لن يكونوا ممثلين للإسلام في يوم من الأيام. وأطال الحديث، ولكن كنت أتمنى أن أقول لكم أملي بالله كبير فيكم أن يعود الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الغربة، غربة عن العرب، أنتم بعيدون، علكم تعيدون من هنا لنا نضارة ونقاء وصفاء الإسلام إلينا لنتعاون يدا بيد لنعيد كل هذه المعاني التي اجتمعنا اليوم من أجلها إلى أصالتها وإلى قوتها، ونعود أمة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi besar. Kesimpulan dari apa yang tadi beliau sampaikan adalah ada 1.600.000.000 umat di umat Islam di seluruh penjuru dunia ini, tapi semuanya tidak berada dalam satu pemerintahan. Semuanya terpecah belah. Kita lihat 3 juta Yahudi bisa menguasai Palestina, padahal mereka berada di dataran Timur Tengah. Negara-negara Arab berada di sana semuanya, tapi tidak bisa menguasai Palestina. Tapi 3 juta orang Yahudi bisa menguasai Palestina. Jadi beliau ingin menyampaikan ada 3 poin yang kita bisa lakukan untuk wahdatul ummah ini. Yang pertama adalah tidak saling mengkafirkan. Tidak mengkafirkan umat yang ahlul kiblah, kecuali kalau mereka sudah memang benar-benar kufur. Menghalalkan dosa yang telah mereka lakukan, itu yang kita harus camkan. Semua madhab baik Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan yang lainnya adalah sama di bawah ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua adalah kita perangi bersama radikalisme, terorisme, kita lawan bersama, karena itu adalah yang memecah belah umat ini. Jika itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita pun juga akan bisa menerapkan ajaran Islam dengan aman di negara kita. Dan yang ketiga adalah bisa mengeluarkan atau menyingkirkan kezaliman
yang ada sekarang ini di negara Palestina. Ya, sebutkanlah syukur lihadillah ila salatati masajid. Kita tidak bisa melakukan perjalanan untuk bisa mendapatkan kemuliaan ibadah di masjid kecuali di tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi untuk Masjidil Aqsa susah sekali sekarang ini kita lakukan. Jihad kita yang bisa kita lakukan adalah tidak melakukan perjanjian apapun dengan negara Yahudi, ya, negara Israel itu. Tidak membuka hubungan dengan mereka, belum nanti. Jangan sampai terjadi di beberapa negara Timur Tengah yang membuka pintu mereka lebar-lebar dengan datangnya Perdana Menteri Yahudi, Netanyahu dan keluarganya, disambut dengan baik. Maka itu, ya dengan cipika-cipiki, maka itu yang tidak tidak layak dilakukan oleh umat Islam. Beliau mengatakan, dari Indonesia kita harap bisa memindahkan peradaban yang baik, yang damai ini ke seluruh penjuru dunia. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Yang sedikit di Indonesia, kemudian ajarannya bisa diterapkan di semua negara, maka insya Allah bisa membawa perdamaian di seluruh penjuru dunia ini. Dan beliau mengatakan, ya, bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu banyak diterapkan di Indonesia. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pun juga ada di Indonesia. Ajaran-ajaran beliau, akhlak-akhlak mulia beliau ada di negara Indonesia ini. Tidak seperti negara yang ingin memindahkan makam Rasulullah SAW ke satu tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh orang, biar katanya tidak disembah. Kita tetap mengagungkan Rasulullah SAW, mengikuti ajaran-ajarannya. Kita menjaga keilmuan peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Beliau berharap sekali kepada kita yang ada di Indonesia ini, agar kita bisa mengembalikan kejayaan Islam, bisa mengembalikan kemurnian ajaran-ajaran Islam dari Indonesia, pesan keselamatan ini untuk seluruh penjuru dunia. Itu yang perlu saya sampaikan. Bi inha'i muhadaratihi nakhtadim hadihi nakwa bi qira'ati du'a fadilati syekh Sa'id. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا رفاق يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا المسلمين اللهم إنا نسألك بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وإياهم من كل فتن وأن تجعلنا ولهم فرجا ومخرجا اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض ومرات ولا في الجبال مدرات ولا في البحار مدرات ولا في عيون حضرات ولا في النفوس خضرات ولا في الأشياء ورقات ولا في الإنسان الحركات إلا وهي بك عارفة بأنك شاهدة وعليك الدالة في ملكك المطهرة فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر نهضة العلماء قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين ليسلم علينا ونسنا قبولا بسمها اللهم نسألك بمقعد العز من عشق ومن دار وخاتم كتابك باسمك الأعلى ومجدك الأسماء وإشراف وقول وجهك الجلال فضلك الكريم وجودك العظيم بكلماتك التامة التي لا يجاوزهن باب ولا فاجر يا أكرم يا حسين يا جليل أنت تقضي حاجاتنا تبلغ مقاصدنا ومقاصد المسلمين مقاصد الدنيا والآخرة ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر ولا خير اللهم اشكرك الله فقوتنا وحيدتنا وهوانا صير رحمة ربنا أنت ربنا ورب المستعفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونسلم وقنا دم النار صلى الله سيدنا محمد نبي الحمد لله. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula. Saya serahkan kepada kepada seluruh peserta seminar, kami harap untuk tetap berada di tempat. Di
kita akan saksikan bersama penyerahan plakat penghargaan dari Yang Mulia Duta Besar Indonesia untuk Republik Lebanon, Bapak Ahmad Fozin Humaidi, yang akan diserahkan untuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, yang dalam hal ini Duta Besar akan diwakili oleh Bapak Rahmat Ilahi, Staf Mensosbud KBRI Beirut. Kami persilahkan. Wallauha Wallauha at-taqdiriyah as-saniyah sayakum fi tasliniha ra'is hay'at da'wah di jam'iyyati Nahdlatul Ulama سعادة الشيخ كي هيا السليم لرئيس جبهة العمل الإسلامي اللبناني سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور سهير عثمان الجعيد فإلى فرض المشكورين. Zumratar afadil al-kiram qala jalla thana'uhu fi muhkami tanzili khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ajzalallahu jazakum ala husni musyarakatikum al-afu minkum wallahu al-muafiq ila akwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta dapat mengambil sertifikat di meja registrasi. Sekali lagi, kepada seluruh peserta dapat mengambil sertifikat di meja registrasi. Terima kasih. Iya. Aman ya? Kata ya? Berapaan tuh? Berapaan?